هو الوقت الصح في المكان الصح للخدمة الصح. العطاء مالهم ما ينتهي. النساء في عدد منهم يسأل انتم شلون تحصلون دم؟ ما يقل عن 100 متبرعة تقريبا. احنا ندعم هذه الحملة ان تواصل ان شاء الله الى السنوات القادمة. يعني دائما احنا نقول يد واحدة ما تصفق، فالقطاع العام مع القطاع الخاص، القطاع الاهلي، هاي الشراكة المجتمعية هي اساس عملنا. وهذه الحملة في هذه الفترة في هذه الخدمة هو الوقت الصح في المكان الصح للخدمة الصح. And we always assure you that this kind of a partnership will always last for a long time, and our commitment to the people and the citizens and all the expatriates of Kingdom of Bahrain will always be there. Al Hilal will always be standing with everybody here in Bahrain. نفخر في مملكة البحرين في وجود هالنوع من الشراكة المجتمعية. وأحب أضيف بأن بنك الدم المركزي في مجمع السلمانية الطبي، الدم اللي يوصل له من المتبرعين الكمية وفيرة جداً مقارنة ببنوك الدم الأخرى في العالم، يعتبر شيء مميز. وبنوك الدم في العالم يجونا طبعاً وفود من جميع أنحاء العالم لزيارة بنك الدم. في عدد منهم يسأل أنتم شلون تحصلون دم؟ إحنا نسوي مختلف الطرق ونحاول نشجع الناس يجون يتبرعون. احنا نقول في البحرين الناس اوريدي مشجعين وعندهم الحس المجتمعي والوعي والثقافه. ما يقل عن 100 متبرعه تقريبا، للاسف كثيرات للاسف ما ينجحون، بس يحاولون انه يتبرعون دمهم، وهذا الشيء بحد ذاته مشاركه مهمه جدا لاقصى درجه. وهذه الحمله النسائيه الحمله الوحيده في مملكه البحرين، وهي مستمره ان شاء الله. وطبعا العطاء مالهم ما ينتهي. النساء واحنا نؤمن فيهم كشريك مهم جدا في حياتنا. طبعا مستشفى الهلال تؤمن بالشراكه المجتمعيه، ودائما تسعى انها تكون بارت من المجتمع او جزء من المجتمع اللي يساعد في القضايا الثانيه بغض النظر عن احنا مستشفى خاص. الحمد لله ان هذه السنه الثانيه على التوالي تفتتح عياده الهلال في محرم، وهذه كانت اول سنه ان احنا نكون جزء من حمله التبرع بالدم، ولله الحمد.